هكذا الدكتور المهندس محمد العسيري رئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في تصريح خاص لمركز الأخبار أن مملكة البحرين تعمل وبشكل مستمر على القمر الصناعي البحريني وتوفير كافة المعلومات اللازمة لمراكز البحث العلمي. وأشار العسيري إلى أن الهيئة ملتزمة بتحقيق أهدافها في مجال علوم الفضاء، وذلك للمساهمة في تنفيذ الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها جلالة الملك المعظم، بما يحقق الطموح الوطني من خلال عمل الطاقات والكفاءات الشابة المتخصصة في قطاع الفضاء. من القمر الصناعي ضوء واحد كان هدف بحثي، وإضافة إلى ذلك بناء القدرات الوطنية، وإحنا نجحنا ولله الحمد في هذه الجانبين. اليوم نعمل على القمر الصناعي البحريني وعلى الداتا التي يتم التحصل عليها، وهي عبارة عن معلومات حوالين أشعة جاما المرصودة في السحب الركامية، ويتم توفير هذه البيانات وتحليلها وتقديمها إلى مراكز البحث العلمي والجامعات. طبعا هذه يمثل انطلاقة جديدة لمملكة البحرين في هذا القطاع، ولكن هي خطوة أولى، ونحن نتطلع إلى خطوات أكبر، وسيتم الإعلان عن مشاريع أكبر في هذا المجال إن شاء الله خلال الحقبة المقبلة إن شاء الله.